السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني مع أستاذنا الحبيب المهندس الاستشاري الفاضل حسام المسلماني حفظه الله، وفيه الرد على بعض إجابات المهندسين اللي سألوها على مجموعات ملتقى الهندسة المدنية على الواتساب. وأترككم الآن مع تسجيل أستاذنا الحبيب. بسم الله نبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أنا بسعد جدا والله بالأسئلة الجميلة دي، ويسعدني طبعا يعني أن أنا أنقل لو خبرة بسيطة من اللي أتعلمته لأحبابي كلهم في كل أنحاء الوطن العربي. السؤال الأول بيسأل جزاكم الله خيرا أساتذتنا الأفاضل، نتمنى منكم أن تعطونا النبذة ولو يسير عن أبرز النصائح التي تجعلني كمهندس مدني مهندس ناجح في العمل. والله النصائح أنا كنت اتكلمت المرة اللي فاتت وأعتقد، فمش عايز أطول. هو أهم شيء زي ما اتفقنا قبل كده النية، إنما العمل بالنيات. إن حضرتك تكون نيتك نفع الناس وتنفع الإسلام والمسلمين، وإنك تكون قدوة حسنة لكل المهندسين اللي حواليك. يعني الأخلاق الجميلة، أخلاق الإسلامية الجميلة اللي إحنا تعلمناها تحطها في المهنة بتاعتك، وده طبعا ينطبق على أي مهنة. تمام. الحاجة التانية إنك أنت تحفر وتتعلم وتدور على المعلومة كده في كل مكان. دلوقتي يعني الدنيا أصبحت مفتوحة بشكل جميل جدا. طول ما أنت ماشي كده تتسلى وقتك، وقت فاضي، افتح يوتيوب، اتفرج على مقاطع فيديو المهندس عبد الغني الجند، مقاطع عن ناشونال جيوغرافيك وازاي بي الناطحات السحاب اللي عملوها والمشاكل اللي قابلتهم. افتح عن إدارة الأعمال ودورات البي ام بي، في حاجات رائعة جدا جدا هتستفيد منها. ما تضيعش وقتك في أي كلام فاضي. أنت مهندس مدني لازم تعرف أن أنت مش أي حد في المجتمع. لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ما حطكش في المكان ده الا لان في نفع رهيب يعني منتظر منك. مهندس مدني بالذات، مهندس مدني ومهندس معماري طبعا، ف وباقي المهندسين طبعا على راسنا من كل يعني، لكن سبحان الله الواحد بيبص من وجهة النظر بتاعته. فانت كمهندس مدني او زي ما قلت قبل كده، يمكن المهندس الوحيد اللي بتتشاف اثار اعماله من الفضاء، بيبقى شايف انت بتغير في الكره الارضيه. ف تحمد الله عز وجل على هذه النعمه وتديها حقها. وزي ما قلت لك تتعلم كتير على قد ما تقدر، تاخد كورسات على قد ما تقدر. والحاجات المهمة جدا اتعلم لغة انجليزية كويس قوي، لازم تتعلم انجليزي كويس قوي وتنطقه زي ما اهله بينطقوا. كورسات انجليزي مهمة جدا جدا جدا. ده السؤال الاول. السؤال اللي بعده، ما هو عمل مهندس التربة والأساسات في المشروع؟ مهندس التربة مهمته بيكشف عن بعض الأشياء في المكان اللي هينشأ فيه المنشأ. من أهم الأشياء اللي هو بيكشفها الكيفينج أو موضوع التكهفات، إنه يلاقي التربة فيها تكهفات تحت. الموضوع ده بيبان انه هو شيء يعني غريب وبتاع، وحد في ناس احنا احب اعرفه مثلا في قاعده من القواعد الجويه، مش عايز اسميها يعني قاعده، تحت الرنوي لقينا بعد ما المطار اشتغل بقاله فتره تكهفات وهبط الرنوي ونزل، وكانت طبعا مصيبه يعني. فالكشف عن التكهفات دي حاجة في غاية الأهمية. يعني التربة قدامك زي الفل جميلة، وعلى عمق 3 متر تلاقي مثلا كهف اللود، بعد كده طبعا التربة تحصل انهيار مفاجئ
صادم فيلير بتبقى كارثة طبعا. الحاجة التانية اللي بيكشف عليها ويمكن أهم حاجة اللي هي موضوع المية، لازم يعرف لي ووتر تيبل أو مستوى المية الجوفية واصل لغاية فين، وده مهم جدا جدا جدا. يعني لسه مع الأسف الشديد مستشفى كاملة في الرياض اضطرينا إن احنا نهدها كاملة بسبب موضوع الووتر تيبل ده، وخطأ من المهندس الاستشاري شنيع وكلف حوالي 13 مليون غرامة على المكتب، فخطيرة جدا المية في غاية الأهمية تخرب الدنيا. وأنا بعتقد المرة فاتت اتكلمت عن الموضوع المية كتير لأنه خطير جدا جدا جدا. أنت كمهندس مدني لابد تكون بقى تقعد تقرأ في موضوع العزل، تفتح فيديوهات وتتعلم في موضوع مقاومة المية لأنه في غاية الخطورة. المية لو وصلت الحديد، الحديد بيصدي بينتفش بيفجر الخرسانة اللي حواليه، عمر المنشأ بينزل بدل ما كان مثلا انت عامل حسابك على 100 سنة 120 سنة 150 سنة، ينزل ل 50 ينزل ل 40 انت ونصيبك. ف مهندس التربة كمان بيعرفني البيرنج كاباستي او اجهاد التربة دي تقدر تشيل كام في السنتيمتر المربع، تقدر تشيل كام كيلو، وبناء عليه انا اقدر احسب القاعده بتاعتي ولا هعمل قواعد منفصله ولا هعمل لبشه ولا هعمل ايه. ولا هضطر، هو كمان بيديك توصيات بيقول لك لا شيل، اعمل احلال للتربه دي، لابد تشيل 3 متر 4 متر وتعمل احلال وتحط تربه مثلا A1 A2 B على حسب وتدكها بطريقه ما، و و و بيديك كل المعلومات دي في التوصيات بتاع تقرير التربه. المختبر، لا مختبر مهم جدا طبعا. الناس مش بتهتم بالموضوع ده لما يكون فيلا صغيرة دورين ولا حاجة، مش بيهتم بان هو يعمل موضوع وبناء عليه طبعا بتبص تلاقي تشرخات في المبنى بتاعه او لو ما عملش حسابه فبتحصل كوارث. لكن هو بيعتمد على النجار، وانا والحمد لله التربة كويسة. طيب يعني لما يكون عندك فيلا انت مكلفها 2 مليون مثلا، مستخسر فيها 5000 7000 عشان تعمل تقرير تربة، يعني كلام مش مظبوط. السؤال اللي بعده، لماذا حديد الفرش بالطبقة السفلية باتجاه معاكس لحديد الفرش الطبقة العلوية؟ الموضوع ده موضوع بسيط، يعني ما هوش زي ما قلنا هو مش خطير جدا. يعني كل المشكلة انك انت هيبقى عندك، طبعا لازم الناس تبقى فاهمة. يعني انا بقابل المشكلة دي ان الناس بتبقى متخيلين انه الحديد هو اللي بيشيل الحديد والحديد هو اللي بيشيل المنشأ، والكلام ده مش صحيح. ولو ما فيش، لو عمل الدبث بتاع او العمق بتاع الجسر بدل ما عمله 60 يعمله 40 ويعوضه حديد، كلام فاضي يا احبابي. الخرسانه دي عباره عن توليفه من خرسانه وحديد، خرسانه مسلحه. ما ينفع الحديد لوحده ما يعملش حاجه، خرسانه لوحدها ما تعملش حاجه، مستحيل. زي جسم الانسان كده، عضلات وعظم وعظام. لو واحد بس عظم لوحده، العضلات ما فيش عضلات مش هيتحرك العظم، ولو عضلات بس هتلاقي كومة لحمة قدامك على الأرض، لابد الاتنين مع بعض. فبنقول دايما أحبابي إنه عمق الحديد التسليح بنفضل إن هو يكون في العمق اللي هو الحديد اللي شغال فيهم، تمام؟ يعني مثلا لو تخيلنا إن أنا عندي خزان مية مثلا، وبعمل دلوقتي الغطا بتاعه، تمام، غطا خزان المية، السقف بتاع خزان المية، متخيلين؟ وهذا الخزان مثلا طوله، المستطيل ده اللي هو غطا الخزان ده، طوله 7 متر وعرضه 3 متر ونص. طيب اصبح عندي الاتجاه القصير هو مين؟ هو 3 ونص. دي طبعا تو واي سلاب، يعني خلاص يعني اللود كله متوزع يمين وشمال. فمين اللي شايل في الحاله دي؟ الحديد القصير، الحديد القصير اللي هو 3 متر ونص دول، تمام؟ يبقى هخليه هو الفرش خلاص.
ولما اجي اصمم طبعا هو اللي هو اللي شايل اللود كله، التاني بس مجرد يعني بيساعد، فهو هيبقى الفرش. طيب افرض يا سيدي انا عملته هو الغطا، يعني جيت لقيت الحداد عامل لك الفرش، هو الحديد الطويل اللي هو ال7 متر ده، والغطا فوق منه، خلاص يا سيدي بسيطه. يعني كل اللي انت خسرته هو سماكه السيخ نفسه اللي هي حوالي 1.5 سم، اللي هو لو حديد 16 مثلا. فبدل ما كان الدبث بتاعك هيبقى مثلا انت عامل بلاطه 25 سم او 20 سم، بدل ما كان الدبث بتاعك هيبقى 17 سم، اصبح الدبث بتاعك مثلا 15 ونص. بسيطه يعني. انا مش اولا يعني انت لو حسبتها حتى على لو حسبتها بالمعادلات دي هتلاقيها يعني سيف. الحاجه الثانيه انه احنا بنحط فاكتور اوف سيفتي عالي جدا، فهو مش هو ده اللي هيأثر فيه. يا سيدي خليه يصب لك 2 سم زياده، هو بيصب يبقى كده زود دبس المنشأ نفسه او البلاطه نفسها، زاد الدبس بتاعها على طول. خلاص قول له انت ازاي تعمل كده، طيب يا سيدي عوضني ب2 سم زياده في الصب. بسيط الموضوع. طيب هل ممكن يحصل العكس؟ ممكن، على حسب انت بقى وانت شغال، انت بتبقى فاهم مين اللي شغال فيهم. يعني انا دلوقتي في نفس المثال ده اللي هو غطا الخزان، الحديد العلوي بقى دلوقتي طبعا عندي فرش وغطا وفرش وغطا فوق، لانه 20 سم سمك او 25 سم، فمين اللي شغال معايا فوق الحديد الكومبريشن بقى اللي هو اللي شغال معايا فوق، مين؟ القصير ولا الطويل؟ لا القصير برضه هو اللي شغال. طيب انا عايز اخلي عمقه يبقى هو اكبر عمق، اعمل ايه؟ اخلي الحديد الطويل هو اللي فرش والحديد القصير هو اللي غطى. الحديد العلوي في الحاله دي بقى هعكسه، هخلي لازم ابقى فاهم انا ليه بعمل كده. انا مش موضوع حفظ يا اخوان، يعني بيجي في القاعده الموضوع يختلف. فطبعا الحداد ما بيحسش بالكلام ده، الحداد ما مش عارف، هو حافظ حاجتين بيحطهم وخلاص. لكن انت كمهندس فاهم الحديد ده بيشتغل بيعمل ايه ويتحط احسن مكان ليه فين. السؤال اللي بعده برضه بيسأل عن الفرش والغطا برضه، فبيقول انه نحن نعلم ان الفرش يكون موازي للاتجاه الطويل حسب الكود الامريكي، هل هذا يعني انه يوضع بالاتجاه الطويل بكل العناصر الخرسانيه او فقط بالقواعد؟ السؤال اللي بعده برضه نفسه، يعني بيقول ايه بالنسبه لحديد الفرش والغطاء، هل صحيح انه لا يضر سواء تم وضع الفرش في الاتجاه القصير او الاتجاه الطويل، لان كل مراجع تضع بالاساس المشترك اللي هو الكومباين فوتنج يعني لعمودين يكون الفرش السفلي بالاتجاه الطويل، لكن في حال كان اساس شريطي اللي هو اساس شريطي لعده اعمده، مثلا سور، مثلا عده اعمده متجاوره، يكون الفرش السفلي قصير. تمام، زي ما قلنا من شويه ان هو انت لازم تحس السيخ ده شغال فين. فانا بحطه مثلا لو انا ما عندي مثلا قاعده لعمودين، مين اللي شغال معايا دلوقتي؟ انت متخيل القاعده مع عمودين عامله ازاي؟ المستطيل طويل وفي عمودين. ف اقلب المنشأ كده، اقلبه يعني، خلي العمودين هما اللي تحت والقاعده مرتكز عليهم. القاعدة دي عبارة عن ايه بقى؟ اصبحت كابولي. تمام، عبارة عن جسر وكابولي، ها، او رف اسمه ايه ده، فلات سلاب مثلا، اعتبرها كده. وعندك دلوقتي ستريب ماشية فوق الايه العمودين دول، مين الحديد اللي شغال معاك؟ شفت الكابولي، واحد يمين خالص واحد شمال خالص، والعمودين فين؟ في النص. طبعا الكابولي يبقى الحديد اللي فوق هو اللي شغال في الحاله دي. انا عايز اخليه هو احسن دبث عندي، احسن عمق، يبقى احطه هو ايه فوق خالص. ده انا قالب الصوره، خلي بالكم، يعني العمودين تحت وفوق منهم الايه البلاطه دي اللي هي قاعده هقلبها بعد شويه. فانا دلوقتي الحديد العلوي دلوقتي هو اللي شغال معايا ككابولي. طيب ايه اللي برجعها تاني قاعده؟
ها رجعها طبعا قاعده بقت في الارض اهي، والعمودين فوق منها. يبقى الحديد السفلي في الاتجاه الطويل اللي هو كان شغال كابولي هناك، هو نفسه هيبقى شغال معايا كابولي هنا في القاعده. انت متخيل؟ حاول تتخيلها كده، انه الحديد اللي شغال معاك هو الطويل، فعشان كده هخليه في الفرش. تمام. لكن يا سيدي لو انت عملت العكس، مش قصه يعني. زي ما قلت مش هتفرق كتير، هو موضوع الدبث بس. طيب طبعا لما يكون بقى قاعده شريطيه، تعالى تخيل معايا بقى قاعده شريطيه، قاعده طويله جدا مثلا طولها 30 متر، تمام، وعليها أعمدة اللي السور ماشية ماشية ماشية، وعرضها مثلا متر ونص، مثلا 75 سم من هنا و75 سم من هنا، والعمود عامل لود على هذه القاعدة، عامل حمل عليها، والقاعدة عايزة تنكسر، الحمل كبير قوي. طيب تعالى نقلب كده المنظر، اقلبها. اصبح دلوقتي عندي أعمدة كتير، وفوق منهم ايه، وفوق منهم الايه البيم دي، مين اللي شغال معايا؟ هتبص تلاقي ان العمود على يمينه وعلى شماله، ها لو عملنا قطاع يعني، هتلاقي ال 75 سم يمين 75 سم شمال، هم اللي عاملين كابولي. يبقى في الحاله دي القصير هيكون هو المهم، الحديد المهم. يبقى تعالى ننزل تحت بقى نعدل تاني القاعده، يبقى الحديد القصير هو اللي شغال معايا اكتر، خليه هو الفرش. تمام. السؤال التالي، لدي مخطط دورين، لما أتيت للأرض اكتشفت أنها عبارة عن دفان، أرض تعبانة طبعا وتربة تعبانة، وبعد تنظيف الأرض لما شال الدفان ظهر نزول الأرض عن مستوى الشارع 3 متر، ممكن تفيدونا ما الحل الأيسر والأفضل لهذا النزول؟ طبعا الموضوع يعتمد على البلدية، هل هي سمحين لك تعمل قبو؟ لو تقدر تعمل قبو واستغليت هذا العمق فإنك تخليه قبو وتركن فيه سيارتك، تعمل فيه دور تحت قبو وتستفيد منه مخازن، بيبقى حل جميل جدا. تمام، لأنك كده كده حفرت خلاص. لا ما ينفعش ومش مسموح لي في البلدية. خلاص عندك حل من اتنين، يا اما ترجع تردم 3 متر دول تاني، طبعا هتردم مثلا، طبعا هتردم مثلا 2 متر ولا حاجة، وتبتدي تحط القواعد وتطلع والمية والكلام ده كله، وبعدين تردم فيهم، او انك انت تعمل قواعد بتاعتك تحت خالص، وده اللي انا بفضله بصراحة. ليه؟ لاني لا اثق في اي ردميات، لا اثق في اي ردميات. الردميات عشان تتردم صح قصة طويلة، زي ما حكيت المرة اللي فاتت، لابد من مواد معتمدة، ولابد من مواد مختارة، واللي ليها تدرج حبيبي معين، ومويستشر كونتنت، مية محتوى مائي مظبوط، وتتدك 25 سنتي، والرصاصة كام طن، وتختبر بروكتور، ولازم تنجح، ولو ما نجحتش تعيدها تاني. شغلانة محدش بيعمل كده خالص، ولا هيعمل كده، محدش حد بيعمل كده في البيوت، الكلام ده كنا بنعمله في الطرق المهمة بس. لكن اجي اعمل انا كده في بيت واحط عليه احمال وكونسنتريتد لود على مناطق صغيرة، ويهبط مني وتبقى مش متشرخ ليه كده؟ فاللي انا بفضله دايما ان انا وصلت للعمق ده، قدر الله ما شاء فعل، بعمل قاعدتي تحت على العمق 3 متر، وبعدين بعمل رقبة عمود طويلة. تمام. بدفن، بعمل الميدة بتاعتي فوق خلاص. القواعد بتاعتي دلوقتي متأسسة على أساس قوي تحت على العمق ده، يعني حتى لو التربة كانت لوز تحت، انتبه، التربة دي كانت شايلة فوق منها 3 متر، 3 متر أحمال، فتقدر تشيل المبنى بتاعك. وطبعا انت لازم قبل ما تعمل كده بتدكها كويس قوي، وترش ميه وتدك، ورصاصه بتنزل على هذه التربه الطبيعيه، وبعدين بتفرش بلاستيك، بترش الاول الانتي ترمايت بتاعك اللي هو مبيد الحشرات عشان النمل الابيض، وبعدين بتحط الفرش البلاستيك اللي هو 500 مايكرون، وبعدين تبتدي تشتغل بالقواعد بتاعتك. فده الحل الامثل في رايي، يعني اللي هو انك لو مش تقدر تعمل قبو، ده تطلع بيه قواعدك من تحت. وطبعا اللي دايما بوصي بيه احبابي، انه بعد ما تردم، بعد ما تخلص الميل وتردم وكده،
مش مهم في الحالة دي بقى، مش مهم الرقميات، الرقميات أي كلام، لأن هي الرقميات هتبقى كلام. وتردم فوق جوه الميدة يعني داخل الميد تمام، وتردم لغاية مستوى سطح الميدة وتدك على قد ما تقدر، وبعدين تفرش بلاستيك على الجميع، على الميدة وعلى الأرضية اللي تدكتها، ها، وتحط حديدك يمشي على فوق الميدة، تحط الحديد يمشي فوق الميدة، وبعد كده تصب 15 سنتي أو 13 سنتي تمام، بحيث تبقى فوق الميدة هذه 13 سنتي، بحيث لو حصل هبوط في الردميات بعد كده، وهيحصل، يبقى الميدة تشتغل معاك في كأرضية للدور الأرضية. السؤال اللي بعده، كيف يتم فحص حديد التسليح في الموقع؟ والله انا يعني حديد التسليح طبعا لابد ان هو يتاخد على المختبر ويختبر، بيتعمل له اختبارات هناك وبتشد، الاختبارات كلها في المعمل يعني في المختبر. انت ممكن الحاجة اللي تقدر تلاحظها انك انت تاخد السيخ مثلا وتتنيه، سيخ الحديد ده لما تتنيه فيه بعض الأسياخ أو يعني المصانع مع الأسف بتبقى بص تلاقي السيخ ده يشرخ منك وأنت بتتنيه كده، بيبقى مثلا المحتوى الكربوني بتاعه خطأ وكده، فبتبص تلاقي السيخ نفسه شرخ منك، فلا طبعا ترفضه. و لكن انك انت تعمل اختبارات في الموقع، تعمل هتشد السيخ يعني. السؤال اللي بعده، هل هناك فرق في الكلفة بين البلوك الاسمنتي والطوب الاحمر عند وضعه بين الاعصاب في البلاطات الهردي؟ والله سعره انا مش ما يحضرني دلوقتي، البلوك المباني فتره ما اشتغلت ما اشتريتش يعني، فلكن المهم جدا واللي لازم تحرص عليه انت كمهندس، واضح ان الاخر بيسال يا اما هيبني يا اما هو مقاول، فانت ممكن تسال وتعرف سعره سهل، لكن انت كمهندس يهمك قوي انك انت تعرف ان الطوب طبعا الاحمر اخف بكتير من الاسمنتي، تعرف انه المشكلة بقى الكامنة في كيفية ترصيص هذا البلوك، وإن هم بيرصوه بشكل خطأ. فطبعا الغرض من هذا البلوك إيه؟ هو إن هو يخلي لك المناطق اللي هو بيتحط فيها في الأعصاب ما فيهاش خرسانة، ما تجيش عليها خرسانة أصلا، فتكون خفيفة بحيث إن العصب يقدر يشيل نفسه ويشيل البلوك اللي حواليه، والبلاطة 8 سم اللي فوق منه ولا 7 سم. لكن اللي بيحصل ان هم بيحطوا البلوك بشكل غلط، فبتيجي الخرسانة تدخل جوه البلوك فتعبي لك السقف كله، ما عملناش حاجة، ما بقاش هوردي كده، ما بقاش خفيف، بقى وزنه تقيل جدا. فسواء حطوا الاحمر او حطوا الاسمنتي، لابد تفهمه قبل ما يشتغل ازاي يرص البلوك ده بشكل بحيث ان الخرسانه ما تدخلش جوه فتحات هذا البلوك. السؤال اللي بعده، هل يمكن قطع بعض السقف لتمرير سلم حديدي علما ان السقف هردي ومساحه القطع متر ونص متر مربع؟ وان كان ممكن، كيف نحافظ على السقف بعد القطع كي نحافظ على متانته؟ طبعا لابد يكون معاك المخطط عشان تعرف المكان اللي انت هتقطع فيه، ده مكان هردي حضرتك بتقول، يبقى ممكن يكون انت هتقطع في جسر. طبعا لو قطعت جسر وبتقول متر ونص، يعني مثلا ممكن يكون كام يعني، متر في نص، متر ونص في متر مثلا، مساحة كبيرة مش صغيرة. فالأبعاد دي معنى كده إنك أنت أكيد هتشيل الجسر من الجذور، يعني في جسر مثلا 80 سنتي ولا 100 سنتي هيتشال، هو طبعا مرتكز على مكان معين، أنت هتقوم جاي شايله من عند الركيزة، أصبح اللي هو أصبح مش شايل حاجة، أو مش من آسف مش مرتكز على حاجة. طيب في أعصاب رايحة عليه، في أعصاب رايحة على الجسر ده عشان الجسر يشيلها، يشيل الأعصاب، فلما تقطعه أنت من الركيزة يبقى الأعصاب كلها بالجسر هيقع،
هينزلوا على دماغ الراجل اللي بيكسر. فخطيرة طبعا، يعني انك انت تفتح الفتحة دي لابد تبقى عارف انك بتفتح فين، وتجيب المخطط وتعرف المكان اللي هتفتح فيه. لو كان عصب ممكن نقطع في عصب، يعني امر بسيط سواء بالطول او بالعرض، يعني امر بسيط. وازاي اعالجه برضو على حسب انت العصب بقى. لو كنت قطعت عصب يعني ممكن انك انت تحط له تحوطه بفريم حديد مثلا في المكان اللي انت قطعت فيه، بحيث ان هو يمسك بقية العصب مع بعض، وتعمل لحام للحديد بتاع العصب مع الفريم الحديد اللي هتعمله ده. لكن لابد الموضوع ده يدرسه، يعني الجماعة اللي بيخرموا علشان يحطوا مواسير مية، بيجيب الكور ويقطع ويخرم، أو بيجيب الكور ويخرم عشان يحط شفاطات أو اتش في سي ومكيفات أو كده. عشان تخرم لا، لازم ترجع للمهندس المدني، ولازم المهندس المدني يبقى عارف هو هيقطع فين. هو برضه هل من ضمن الحاجات انه كان في فتحة الضغط بتاعت المكيف دي اتسببت في انهيارات. يا اخوان الموضوع مش بسيط والله، لابد نهتم بيهم. السؤال التالي، في مخطط الكمرات او الجسور 6 اسياخ سفليه بقطر 16 ملم، المقاول جعلها 6 اسياخ بقطر 14، يعني غير، ما عندوش هو 16 مللي، حط 14 ولكن حط نفس العدد 6 اسياخ. ما الحل في هذه الحاله؟ هل من الممكن ان اضيف سيخ سابع بحيث يغطي فرق الاقطار؟ لا، مش سيخ سابع، يعني هي ليها حسبه بسيطه جدا، وهي احنا دلوقتي عندنا اريا اوف ستيل اي اس، اللي هي مساحه الحديد المطلوب في هذا المكان عشان يشيل التنشن او الشد. الاريا اوف ستيل دي لابد تحقق، تمام؟ فكان بيحققها ال6 سياخ بقطر 16، ممكن مش ما يحققها ال7 سياخ بقطر 14. طب نعرف ازاي؟ اضرب 16 في 16 على 14 في 14، يعني فوق في البسط 16 ضرب 16، وتحت في المقام 14 ضرب 14، فتطلع 16 في 16 على 14، تطلع 1.3. يعني لما اضرب في 6 احنا عايزين 8 اسياخ، 8 مش 7، 1.3 من القيمه. فلو كان عندك مثلا 10 اسياخ 16 يبقى انت محتاج 13 سيخ 14، تمام؟ فأي قطر بقى أنت محتاج تحول بهذه الصورة، تضرب القطر في نفسه الكبير تحت في المقام القطر الصغير في نفسه. السؤال الأخير، يوجد عندنا جسر بطول 100 بعرض 100، يعني عرض الجسر 100 سنتي، وسمك السقوط لأسفل 60 سنتي. الحداد والنجار عملوه بدل ما يكون بعرض 100 سنتي بعرض 50 سنتي فقط، ومن ثم عملوا طابق كامل، سقف كامل وصب على هذا الأساس، يعني حولوا العرض من 100 سنتي إلى 50 سنتي. ما الحل بهذه الحالة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا طبعا نكسر ايه، خلاص اتعمل. شوف مهندس تاني برضه، هو المهندس المصمم بيبقى خايف، يعني انت عارف طبعا احنا بنصمم، انا مثلا بصمم وركن، في ناس بيصمموا التيمت، فبيبقى فيها مور سيف، فيراجع مهندس تاني وتالت ويحسبها كويس، هل فعلا ال 50 سنتي دول يشيلوا الدنيا ولا ما يشيلوش؟ واضح ان مفيش عليه اعمده مزروعه، طالما هيكرروا تاني في الدور اللي فوق منه، فواضح ان هو البحر كان كبير بس، فعشان كده عملوا بهذا العرض والعمق. لو المهندسين قالوا لا ما ينفعش، طبعا هيحطوا حلول. انا بالنسبه لي الحل السهل في الموضوع ده ان انا اعمل جسور اي بيم، اجيب جسر اي بيم محترم كده يعوض لي الفقد اللي انا فقدته، واثبته بشكل ما في الاعمده
او اعمل له عمادة حتى حديد ويتعمل له قواعد بشكل ما يعني، وممكن احط جسرين واحد يمين واحد شمال، جسور اي بيم، وتتحسب برضه شوف اللود اللي هو هتشيله قد ايه وتتحسب، وتبقى سيف زي العسل. وطبعا اللي المفروض ان يدفع حق الكلام ده المقاول بلا شك، المقاول ثم المقاول، لانه عنده مخطط كان لازم يمشي عليه. مش هقول المهندس اللي استلم طبعا، يعني المهندس استلم طبعا مسؤوليته، له مسؤوليه، لكن دايما في العقود اللي كنا بنعملها كان بيبقى الاستشاري بيطلعه بريء والمقاول هو اللي بيشيل الليله. او ان المالك يعني يحتسب عند الله عز وجل ويدفعه. جزا الله أستاذنا الحبيب خير الجزاء، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.